صباح الخير يا جماعة، أو مساء الخير على حسب بتسمعوا المحاضرة إمتى. إن شاء الله المحاضرة دي تكون آخر محاضرة في الهيستولوجي في موديول 102. هي محاضرة كبيرة شوية، بس زي ما احنا متعودين هنحاول نبسط كل حاجة ونحدد المهم بس اللي المفروض ما ننساهوش، وإن شاء الله تكون محاضرة سهلة بإذن الله. المحاضرة دي هتتكلم عن البلط ومكوناته وأنواع الخلايا اللي موجودة فيه، وكل خلية هيبقى فيها حاجات مهمة جدا هي اللي لازم نعرفها. طيب، أول حاجة السلايد اللي في الأول دي، أو أول كام سلايد دول كلهم أصلا مقدمة، مش ما يهمناش قوي يعني في الهيستولوجي، ده كلها حاجات هتاخدوها بالتفصيل في الفسيولوجي يعني، فأنا مش عايز أزود عليكم، بس تبقى معرفة يعني عامة ايه وظائف الدم، ان هو طبعا اللي بينقل النيوترينتس والاكسجين والويس والكربون دايوكسيد للتيشوز وللقلب، برضو بينقل الهرمونز، بينقل الانتي بوديز اجسام مضادة، بيحافظ على الهوميوستيزيس بتاع الجسم. كل دي تفاصيل هتاخدوها في الفسيولوجي. الجسم الدم مكوناته طبعا البلازما وسيلولار كومبوننتس اللي هم الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبليتلتس، وهناخدهم دلوقتي ان شاء الله. بالنسبه للبلازما بروتينز، احنا طبعا نعرف ان في انواع كتير من البروتينز موجوده في البلازما في الدم، هتاخدوها بالتفصيل في الفسيولوجي. احنا اللي يهمنا هنا بس في الهيستولوجي ان احنا نعرف ان الموست اباندنت بلازما بروتين، يعني اكتر نوع من انواع البروتينز اللي موجوده في البلازما في الدم، هو الالبومين. الالبومين هو الموست اباندنت بلازما بروتين، دي الجمله اللي عايزين نعرفها. السيلز بتاعت البلد هم ايه؟ هناخدهم بالتفصيل واحده واحده كمان شويه، بس طبعا مبدئيا هم الاريثروسايتس اللي هم الار بي سيز، والبليتلتس اللي هي الثرومبوسايتس، والليكوسايتس اللي هي الوايت بلاد سيلز، وهناخدهم بالتفصيل. طيب، برضو مقدمة كده ان ازاي بنعمل بلاد سمير، يعني ازاي بناخد عينة من الدم. طبعا بناخد نقطة دم وبنحطها على شريحة ازاز وبنفردها بشريحة تانية، وبعدين بنصبغها وبنفحصها تحت الميكروسكوب. يعني التفاصيل دي برضو انا مش عايزكم تعرفوها قوي، نبقى بس واخدين الموضوع كقراءة يعني. دي بعض الصور اللي بتوضح خلايا الدم تحت الميكروسكوب، طبعا كلها هناخدها بالتفصيل في المحاضرة. نبتدي بقى. أول نوع من الخلايا اللي موجود في الدم هي الإريثروسايتس أو الريد بلاد سيلز أو الأر بي سيز. طبعا نعرف ان اللايف سبان بتعيش قد ايه، بتعيش 120 يوم. الشكل بتاعها، وده اهم حاجه هنا، ان الشكل بتاعها باي كونكيف، باي كونكيف ديسك، يعني واخده كيرف كده من الناحيتين، وهنشوف الصوره بتاعتها بعد شويه. الديامتر القطر بتاعها بيكون 7.5 مايكرومتر. كمان نبقى عارفين ان لما بيكون الدم ماشي ببطء، يعني in slow blood stream، الإريثروسايتس تبدأ تلزق في بعض، تتجمع في بعض وتعمل شكل بنسميه رولكس، بس طبعا الرولكس ده بيبقى ريفيرسيبل. ريفيرسيبل يعني ايه؟ مش بيفضل كده، لا، لما الدم بيمشي بسرعة بقى خلاص بيبعدوا عن بعض تاني الار بي سيز وبيرجعوا لوضعهم الطبيعي. طيب، باللايت مايكروسكوب عرفنا ان الار بي سيز بينك سيركل، يعني هي دايرة كده لونها بينك، لكن with light center، يعني المنتصف بتاعها بيبقى فاتح. ليه؟ عشان الخلية دي has no nucleus. دي جملة مهمة جدا، نبقى عارفين ان الار بي سيز او الاريثروسايتس ما فيهاش نواة. طيب، بالالكترون مايكروسكوب، بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب، بتبان الار بي سيز انها سوليد دارك، يعني غامقة، عشان highly concentrated hemoglobin، يعني فيها كمية كبيرة من الهيموجلوبين. طبعا وظائف ال RBCs انها بتنقل الاكسجين والكربون دايكسيد، وان هي فيها الهيموجلوبين. عددها في الميلز بيكون من 4 ل 6 مليون، وفي الفيميل بيكون من 3.9
ل5.5 مليون. طبعا الارقام دي يا جماعة مش ثابتة، يعني بتختلف من مرجع لمرجع تاني، والارقام برضو ما تهمناش قوي في الهيستولوجي، احنا اللي يهمنا في الاريثروسايتس في الار بي سيز، نبقى عارفين اللايف سبان بتاعتها، نبقى عارفين السايز اند شيب، وباللايت وبالالكترون مايكروسكوب شكلها بيكون ما فيهوش نيوكليوس وكمان فيها هيموجلوبين. ده المنظر بتاع الرولكس اللي احنا قلنا عليه، بيحصل ستاكينج للار بي سيز، يلزقوا في بعض كده. ده برضه صورة دم فيها الار بي سيز على الشمال اهي كبيرة، والسنتر بتاعها بيكون فاتح، وصورة الدم واضح فيها برضه بليتلس اللي هي صفائح دموية صغيرة، هنتكلم عليها كمان شوية. ده برضو منظر للار بي سيز بس بالالكترون مايكروسكوب، واضح جدا ان هي باي كونكيف ديسك، يعني واخد داخله كيرف كده من ناحيه وكيرف من ناحيه تانية. وده منظر الار بي سيز بالسكاننج الكترون مايكروسكوب، سكاننج يعني بيبين السطح بتاعها من بره، واضح قوي ان هي داخله لجوه اهي اللي هي باي كونكيف، وبرضو من الناحيه اللي تحت. طيب بالنسبه بقى للبليتلتس اللي هي اسمها الثاني ثرومبوسايتس، الاسامي الثانيه دي مهمه جدا، قلنا الار بي سيز اسمها اريثروسايتس، البليتلتس اسمها ثرومبوسايتس. اللايف سبان بتاعتها 10 ايام بس. الشيب بتاعها ان هي سمول صغيره وباي كونفكس، باي كونفكس عكس الار بي سيز، الار بي سيز كانت باي كونكيف، دي باي كونفكس صغيره قوي، والقطر بتاعها صغير جدا من 2 ل 4 مايكرو متر ان دايمتر، وكمان نون نيوكليتد سيل يعني ما فيهاش نيوكليوس، دي جمله مهمه جدا ما فيهاش نيوكليوس. المنشا بتاعها اصلا المنشا بتاعها خليه اسمها ميجا كاريوسايت، دي بتبقى موجوده في البون مارو في نخاع العظام، ودي اصلا هناخدها في اخر المحاضره لمراحل تكوين الار بي سيز والبليتلتس والليكوسايت كلهم هناخد مراحل تكوينها. طيب يبقى اهم حاجه هنا نعرفها اللايف سبان، الشكل بتاعها باي كونفكس ديسكس و2 ل 4 مايكرومتر ان دايمتر وما فيهاش نواه. طيب باللايت مايكروسكوب برضو ظهرت ان هي سمول بيزوفيليك يعني لونها ازرق، اوفن ابيرنج ان كلاسترز يعني في الغالب بتظهر في تجمعات او تكتلات. الوظيفه بتاعتها طبعا هتاخدوا الكلام ده في الفسيولوجي، ان هي بتعمل هيموستيزيس او ستوب بليدنج يعني بتوقف النزيف، وعددها بيكون من 200,000 ل 400,000. احنا اللي يهمنا زي ما اتفقنا اللايف سبان، الشيب اند سايز، وباللايت مايكروسكوب، وطبعا لو في الكترون مايكروسكوب برضو يبقى مهم بالنسبه لنا في الهيستولوجي. طيب الشكل بتاع البليتلت بيظهر ازاي؟ البليتلت بتظهر ان كل بليتلت هاز ا لايت ستيند بريفرال زون، يعني كل بليتلت كل صفيحه منهم بيبان فيها ان ليها بريفرال زون، بريفرال زون ده بيكون لايتلي ستيند يعني فاتح ما هوش حاجه غامقه. تمام. طيب بنسميه ايه البريفرال زون ده؟ بنسميه هيالومير، هيالومير. لكن السنترال زون اللي في المنتصف ده بيكون دارك، ليه؟ لان بيكون فيه جرانيولز كتيره، والمنطقه دي اللي في السنتر كلها بنسميها جرانيولومير، جرانيولومير. يبقى احنا نعرف ان كل بليتلت ليه هيالومير، دي البريفرال زون بيبقى فيها المايكروتوبيولز والمايكروفيلامنتس، الفيلامنتس دي كانها السكيلتون بتاع البليتلت يعني عشان يحافظ على شكل البليتلت. تمام. وكمان بيبقى فيها تشانلز قنوات كده عشان الايونات، بيبقى في حاجه اسمها اوبن كاناليكولار سيستم، وبيبقى في حاجه اسمها دنس تيوبولار سيستم، يعني تفاصيل انا مش عايزكم تعرفوها، انا عايزكم بس تعرفوا على الاقل ان الهيالومير ده فيه ايه، المايكروتوبيول والمايكروفيلمنتس. لكن الجرانيولومير، الجرانيولومير دي بيبقى فيه جرانيولز زي ما اتفقنا، في حاجه اسمها الفا جرانيولز فيها الفايبرينوجين، في البيتا جرانيولز اللي هي فيها الميتوكوندريا، في الدلتا جرانيولز فيها السيروتونين والاي تي بي، في اللامدا جرانيولز اللي فيها اللايزوزومز، في جلايكوجين جرانيولز، يبقى في انواع كتير من الجرانيولز. يبقى احنا نعرف عن الاستراكشر بتاع البليتلت ان هيالومير ده اللايتلي ستيند بريفرال زون، وده بيكون فيه المايكروتوبيولز والمايكروفيلامنتس عشان تحافظ على الشكل بتاع البليتلتس. كمان نعرف ان السنترال زون بيكون دارك بنسميه جرانيولومير عشان فيه الجرانيولز المختلفه اللي احنا قلناها. ده منظر البليتلتس وهي في اجريجيشنز يعني في تكتلات.
صغيرة جدا اهو زي ما السهم مشاور. برضو ده المنظر بتاعها باللايت مايكروسكوب وبرضو بالالكترون مايكروسكوب. المنظر بتاعها بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب مميز جدا، ان في الطرف بيبان اول المايكرو تيبيولز والمايكرو فيلامنتس، وفي النص بيبان الجرانيولز المختلف. ازاي بقى البليتلتس بتعمل الكلوت فورميشن؟ ده برضو تفاصيل انا مش عايز ادخلكم فيها لان هتاخدوها بالتفصيل في الفسيولوجي، ان البليتلتس بتتجمع وتكون حاجه اسمها الكلوت اللي هو كتله دمويه عشان تقفل النزيف. طيب خلصنا الار بي سيز وخلصنا البليتلتس، ناخد النوع الثالث من الخلايا اللي موجوده في الدم، هو الليكوسايتس او اسمها وايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز دي نبقى عارفين ان هي ترو نيوكليتد سيلز، يعني خلايا حقيقيه النواه، يعني فيها نواه. المهم كمان نعرف ان الليكوسايتس هاف نو هيموجلوبين، يعني ما فيهاش هيموجلوبين عكس الار بي سيز. طيب السنجل وايت بلاد سيلز بتبان كلرلس، يعني بتبان واحده لكل واحده لوحدها بتبان شفافه، لكن وين اجريجيتد لما بيبقوا على بعض بيبان لونهم ابيض، عشان كده بنقول عليهم وايت بلاد سيلز. عددهم من 6000 ل 10000 وبيتقسموا مجموعتين. الليكوسايتس بيتقسموا مجموعة اسمها جرانيولوسايتس، جرانيولوسايتس يعني فيها سبيسيفيك جرانيولز، فيها حبيبات أو أكياس، لكن الأجرانيولوسايتس without specific granules يعني ما فيهاش جرانيولز. طيب مهم نعرف قوي إن الجرانيولوسايتس تلات أنواع هنتكلم عنهم دلوقتي، هما النيوتروفيلز والإزينوفيلز والبيزوفيلز، والأجرانيولوسايتس نوعين هما الليمفوسايتس والمونوسايتس. اهم حاجة هنا نعرف ان اكتر واحدة موجودة في الوايت بلاد سيلز هي النيوتروفيلز، اكتر واحدة من حيث العدد، تمثل حوالي 60% من كل الوايت بلاد سيلز. يبقى ده سؤال مهم جدا، ان اكتر خلية في الوايت بلاد سيلز من حيث العدد هي النيوتروفيلز اللي هي اول نوع من الجرانيولوسايتس. النيوتروفيلز ليها اسم تاني اسمها البوليمورفو نيوكليير ليكوسايتس، اللايف سبان بتاعها اقل من اسبوع. باللايت مايكروسكوب لقينا ان الدايمتر بتاعها حوالي من 12 ل 15 مايكرومتر ان دايمتر، يعني اكبر شويه من الار بي سيز. والنيوكليس بتاعتها مهم جدا نبقى عارفين ان هي مالتي لوب، يعني متقسمه لوبس اجزاء، وبيكون عددهم من 2 ل 5 لوبس، ده مهمه جدا نعرفها. بالالكترون مايكروسكوب هي طبعا جرانيولوسايتس، يعني فيها جرانيولز سبيسيفيك عشان بتحتوي على بكتيريوستاتيك وبكتيريوسايدال سبستانس، مواد بتهاجم وتقتل البكتيريا، وكمان فيها نون سبيسيفيك جرانيولز بنسميها ازوروفيليك جرانيولز، الحبيبات دي جواها لايزوزومز. طبعا الوظيفه الاساسيه للنيتروفيلز ان هي انتي بكتيريال سيلز، يعني بتهاجم البكتيريا. ده منظر النيوتروفيلز في صورة الدم. مهم جدا نبقى عارفين شكلها، ان النيوكلياس من مالتي لوب من 2 ل 5 لوبس زي ما قلنا. طبعا المنظر بتاعها تحت الالكترون مايكروسكوب بيبقى مميز جدا، ان فيه الاكياس اللي هي الجرانيولز ومنظر النيوكلياس اللي متقسمه لوبس. نروح للخليه الثانيه اللي اسمها ايزينوفيلز، اللايف سبان بتاعها اقل من 2 ويكس. واللايت مايكروسكوب لقينا الدايمتر بتاعها اكبر شويه، او يعني زي النيتروفيلز من 10 ل 14. النيوكليس بتاعتها باي لوب دي نيوكليس، يعني متقسمه 2 لوبس بس. الالكترون مايكروسكوب نفس الكلام، هي جرانيولوسايت فيها سبيسيفيك ونون سبيسيفيك جرانيولز، لكن الفانكشن الاساسيه بتاعتها هي ان هي انتي بارازيتيك اكتيفيتي، يعني بمضادات البارازايتس. ده منظر الايزينوفيل برضو في صورة الدم، بيبان ان هي باي لوب دي نيوكليس وفيها اكياس او حبيبات كتير جدا. منظر الايزينوفيل بالالكترون مايكروسكوب سهل قوي نعرفه، منظر الجرانيولز اللي موجودة، وفي نص الجرانيولز كده بيبقى فيه حاجة اسمها كريستالويد بودي دارك كده، زي شريط اسود كده في نص الجرانيولز. برضو ده بيخلينا نعرف سوء الشكل بتاع الخلية، يعني تحت الالكترون مايكروسكوب.
اخر خليه في الجرانيولوسايتس اسمها البيزوفيلز، والبيزوفيلز دي اللايف سبان بتاعها من 1 ل 2 ييرز، يعني ممكن تعيش سنين، سنه او 2. الدايمتر بتاعها زيهم تقريبا من 12 ل 15. فيها برضو جرانيولز، هي لارجر جرانيولز، يعني جرانيولز كبيره، بات نوت از نيومرس از ذوز اوف ايزينوفيلز، يعني مش كتير زي اللي موجودين في الايزينوفيلز. الجرانيولز كبيره لكن عددهم مش كتير زي اللي كانوا موجودين في الايزينوفيلز. النيوكليوس بتاعتها برضو بتكون باي لوبت. الالكترون مايكروسكوب برضو جرانيولوسايتس، فيها سبيسيفيك ونون سبيسيفيك جرانيولز، والوظيفه الاساسيه بتاعتها الالرجي او الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، لما بيجي يمسك الانتيجين بي الاي جي اي انتي بوديز. ده كلام بالتفصيل هتاخدوه يعني في المايكرو، وبتخرج من جواها البيزوفيلز دي بتخرج ماده الهستامين زي الماس سيلز كده بالظبط. طيب يبقى احنا نعرف اللايف سبان واللايت مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب اللي انا قلته. ده منظر البيزوفيلز برضو بالالكترون مايكروسكوب، بيبان قوي الجرانيولز ان هي كبيره لكن مش عددها مش كتير. طيب نروح بقى للليمفوسايتس والمونوسايتس. الليمفوسايتس والمونوسايتس دول هما الاجرانيولر ليكوسايتس، يعني اللي مش بيبقى فيهم سبيسيفيك جرانيولز. يعني الليمفوسايت اللايف سبان بتاعها مختلف، بيتراوح من ايام ممكن تقعد سنين باللايت مايكروسكوب، لان ان في سمول ليمفوسايتس ولارج ليمفوسايتس، يعني في ليمفوسايتس القطر بتاعه صغير من 6 ل 8 مايكرون، ودي حوالي 90% من كل الليمفوسايتس بيكونوا من النوع ده. اللارج ليمفوسايتس دي الدايمتر بتاعها كبير من 9 ل 18 مايكرومتر. بالنسبه للسمول ليمفوسايتس هنلاقي ان السيتوبلازم بتاعها بيكون رفيع قوي كده حوالين النواه. ان اللارجر ليمفوسايتس النواه بتاعتها بتكون كبيره راوندد ودنس، دنس يعني غامقه عشان فيها هيتيروكروماتين كتير، هيتيروكروماتين كتير، فالنواة تبان غامقة، فبالتالي الخلية دي بتكون ان اكتيف يعني مش نشيطة قوي اللي هي اللارج. الوظيفة بتاعت الليمفوسايتس طبعا كلام برضه هتاخدوه في المايكرو بالتفصيل، حاجة اسمها الاميونيتي المناعة، نوعين من المناعة، حاجة اسمها سيلولار وحاجة اسمها هيومرال اميونيتي، تفاصيل كتير انا ما تهمناش في الهيستولوجي. ده منظر السمول ليمفوسايت واللارج ليمفوسايت وشكلها بالالكترون مايكروسكوب. نروح بقى للمونوسايت. المونوسايت اللايف سبان بتاعها فيو دايز، ايام قليله قوي لما بتكون في الدم، لكن ممكن تقعد شهور لما تروح للكونكتيف تيشو، لان احنا عارفين ان هي بتتحول لماكروفاج، خدناها في الكونكتيف تيشو. طيب اللايت مايكروسكوب لقينا ان القطر بتاعها كبير قوي من 12 ل 20 مايكرون، وبالتالي جمله مهمه قوي نبقى عارفين ان هي دي لارجست ليكوسايت، اكبر خليه من خلايا الليكوسايتس من حيث الحجم هي المونوسايت، لكن اكتر خليه في الليكوسايتس من حيث العدد لو فاكرين قلنا النيتروفيل. ده سؤالين مهمين جدا. المونوسايت دي خليه كبيره النواه بتاعتها اكسنتريك، واتفقنا اكسنتريك دي يعني مش في النص ولا على الطرف، وبيكون شكلها في الغالب كيدني شيب، دي يعني شبه الكليه او هورس شو، شبه حدوه الحصان. السيتوبلازم بتاعها بيكون بيل، وساعات بيكون فيه لايزوزومز اللي هي اسمها ازيروفيلك جرانيولز نون سبيسيفيك يعني جرانيولز. وظيفتها الاساسيه ان هي طبعا بتعمل فاجوسايتوزس، بتبتلع اي فورين بوديز او بكتيريا، وعشان كده بتتحول لانواع كتير من الخلايا الاكولة. في الليفر مثلا بتتحول لخلايا اسمها كافر سيلز، في البوم بتتحول لخلايا اسمها اوستيوكلاست، في اللنج بتتحول لخلايا اسمها داست، في البرين بتتحول لخلايا اسمها مايكروجلايا. كل دي انواع خلايا بتتحول ليها. طيب يبقى احنا مهم قوي اللايف سبان، ومهم قوي اللايت مايكروسكوب زي ما احنا قلنا. ده شكل المونوسايت في شريحه الدم، بيبان قوي ان النواه بتاعتها شبه الكليه، برضو شكلها بالالكترون مايكروسكوب وفيها اللايزوزومز واضحه جدا اهي، والنواة بتاعتها كيدني شيبد. كده خلصنا الجزء الاول من المحاضرة اللي هو كان بيتكلم عن السيلولار كومبوننتس اوف ذا بلاد. خدنا الار بي سيز، خدنا البليتلتس، خدنا الليكوسايتس بانواعهم وازاي نعرفهم تحت الميكروسكوب. الجزء الثاني من المحاضرة بقى حاجة اسمها هيموسايتوبيسيس او هيموبيسيس.
ده معناه ايه؟ معناه is the development of blood cells، يعني مراحل نمو خلايا الدم، مراحل النمو بتاعتهم. وده بيحصل في مكانين، يا اما مايلويد تيشو اللي هو البون مارو نخاع العظام، او لينفويد تيشو اللي هو ثايموس جلاند اللي هي الغده اللي موجوده في منتصف الصدر تحت الاسترنم، للعظمه اللي في منتصف الصدر. طيب بالنسبه للمايلويد تيشو اللي هو البون مارو، لقينا ان البون مارو ده في منه تو تايبس، نوعين، نوع اللي هو ريد بون مارو ده بيبقى اكتف، ونوع يلو بون مارو ده بيبقى ان اكتف. بالنسبه للاكتف او الريد بون مارو، السايتس موجود فين؟ بالنسبه للفيتس، في الفيتس في الجنين بيكون موجود في معظم العظم، لكن في الادلتس بيكون موجود في الفلات بونز زي السكال والاسترنم، وكمان بيبقى موجود في الريبس اللي هي الضلوع والفرتبري الفقرات. طيب الاستراكشر بقى بتاع الاكتف بون مارو ده، التركيب بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن استروما. الاستروما دي عباره عن شبكه من الالياف، جواها ايه الشبكه دي؟ الشبكه دي جواها الكونكتيف تيشو سيلز، خلايا زي الريتيكولار سيلز والفايبروبلاست والفات سيلز، جواها خلايا اسمها البيريسايتس او بريميتيف سيلز، خلايا اوليه، جواها بون سيلز، خلايا من العظم زي اوستيوجينيك زي اوستيوبلاست، جواها خلايا اندوثيليال سيلز يعني مبطنه للبلاد فيزلز، بتبطن الاوعيه الدمويه، وجواها الماتريكس. الماتريكس ده عباره عن كولاجين وجلايكوبروتين. يبقى اول حاجه في تكوين او تركيب الريد بون مارو هي الاستروما. الاستروما دي فيها خمس حاجات زي ما قلنا، كونكتيف تيشو سيلز وبريمتيف سيلز او بيريسايتس وبون سيلز اندوثيليال سيلز وماتريكس. بالنسبه بقى لتاني حاجه جوه البون مارو اسمها بلاد ساينوسويتس. بلاد ساينوسويتس معناها وايد بلاد شانلز، قنوات كبيره مليانه دم. القنوات دي لايند ويز، متبطنه باندوثيليال سيلز، خلايا ابيثيليوم مبطنه الساينوسويتس دي، بس ويز نو بيزمنت ممبرين، ما بيبقاش هنا في بيزمنت ممبرين، بيبقى مكانه ريتيكولار فايبرز، الياف كده. طيب حوالين الساينوسويتس دي بيكون في خلايا اسمها الماكروفاج، عشان الماكروفاج دي بيبقى ليها زوائد كده بنسميها زودوبوديا. زودوبوديا بالعربي يعني اقدام كاذبه، بس احنا بنبقى عارفين ان حوالين الساينوسويتس دي بيكون في ماكروفاج. الماكروفاج دي بيبقى لها زوائد، الزوائد دي بتوصل لغايه الساينوسويتس، تعمل ايه؟ عشان تعمل فاجوسايتوز، تبتلع اي فورين بوديز او اجسام او اي حاجه غريبه دخلت الدم ووصلت للساينوسويتس، كانها حمايه يعني الماكروفاج دي. تالت حاجه موجوده في الريد بون مارو هي الفري سيلز. الفري سيلز دي خلايا بلاد سيلز بس in various degree of development، يعني في مراحل مختلفة من النمو، خلايا دم بس في مراحل مختلفة من النمو. البون مارو، ودي جملة مهمة نبقى عارفينها، ان الريد بون مارو ده بيكون ليكوسايتس اكتر من الار بي سيز، يعني معدل تكوينه للليكوسايت اكتر من الار بي سيز. ليه؟ عشان الليكوسايتس هاف شورتر لايف سبان، يعني ليها المدة اللي بتعيش فيها اقصر من الار بي سيز، فبالتالي بيبقى محتاجين ان البون مارو يكون ليكوسايتس اكتر. وظائف الريد بون مارو بس نبقى عارفينها يعني كده قراءة، ما تهمناش في الهيستولوجي يعني، بس نبقى عارفينها طبعا انها بيكون البلاد سيلز، بيدمر اي خلايا ميتة قديمة، بيموتها بالماكروفاج، بيخزن طبعا الايرن، بيخزن الفات، كل دي وظائف للريد بون مارو. يبقى كده عرفنا الريد بون مارو موجود فين، السايتس، وكمان الاستراكشر بتاعه. بالنسبه بقى للان اكتف او اليلو بون مارو، ده موجود في الشافت اوف لونج بون، الشافت اوف لونج بونز. الاستراكشر بتاعه زيه زي الريد بون مارو، بس في لارج نمبر اوف فات سيلز، في كميات كبيره من الفات سيلز، وكمان هاز نو فري سيلز، مفيش فيه الفري سيلز اللي كانت موجوده في الريد بون مارو. فاكرين في الريد بون مارو قلنا ان الفري سيلز بتبقى موجوده اللي هي خلايا دم بس في مراحل مختلفه من النمو. هنا في الان اكتيف او اليلو بون مارو مفيش فري سيلز دي، وفي كميات اكبر من الفات سيلز، عشان كده بيظهر لونه اصفر. وظيفته الاساسيه البون مارو ده ان هو ستورج اوف فات، بيخزن الدهون، وفي وقت الاحتياج اون نيد، يعني زي لو في نزيف لا قدر الله او هيموليسيس، تكسير لكرات دم حمراء كتير، بيتحول على طول اليلو ده او الان اكتف بون مارو ده يتحول لاكتف ريد مارو، عشان الاكتف ريد مارو ده يبدا يكون خلايا دم جديده. يبقى هو كانه سبير، يعني كانه احتياطي. تمام.
ده منظر للبون مارو. البون مارو فيه فات سيلز اهو، فيه بلاد ساينوسويدز، في ديفلوينج بلاد سيلز، خلايا دم في مراحل مختلفة، زي مثلا ميجا كاريوسايز، دي الخلايا اللي بتبقى قبل تكوين البليتلتس على طول، هناخدها كمان شوية. كل ده يعني بيبقى موجود في البون مارو. طيب هناخد دلوقتي بقى نعرف مراحل تكوين الار بي سيز، مراحل تكوين الوايت بلاد سيلز، مراحل تكوين البليتلتس. يبقى هناخد كل نوع من السيلز اللي موجوده في الدم ونعرف مراحل التكوين بتاعته. اول حاجه الاريثروبيوسيس، وكلمه اريثروبيوسيس يبقى الديفلوبمنت اوف ار بي سيز، يعني ده مراحل نمو الار بي سيز او الاريثروسايتس، بيحصل طبعا في الريد بون مارو طبعا. الستبس، والستبس هنلاقي خطوات كتير او مراحل كتير كده من الخلايا، كل خليه بتكون خليه بعد كده، كل خليه بتكون خليه بعد كده. انا اللي يهمني في كل خليه نعرفها النيوكلياس والسيتوبلازم بتاعها، تاني النيوكلياس والسيتوبلازم بتاعها، ولو في حاجه غير كده انا هقول لكم عليها، لكن في كل واحده مبدئيا نيوكلياس سيتوبلازم. يعني اول خليه عندنا اللي هي اسمها الانديفرنشيتد ميزنكايمال سيلز، اللي هي اختصارها اليو ام سي، دي اللي هي الستام سيلز، الخلايا البدائيه الاوليه. النيوكليس بتاعتها بتكون اوفال وبيل، بيضاويه وفاتحه، والسيتوبلازم بتاعها بيل بيزوفيليك، يعني لونه ازرق فاتح. هتكون بعد كده خليه رقم 2 كولوني فورمينج يونت. كولوني فورمينج يونت دي النيوكليس بتاعتها راوندد وبيل، دائريه وفاتحه، السيتوبلازم بتاعها سلايتلي بيزوفيليك، يعني برضو باهت، ازرق باهت. هتكون بعد كده الخليه رقم 3 اسمها برو اريثروبلاست. برو اريثروبلاست، دايما خلي بالكم ان احنا بنكون حاجه اسمها البلاست الاول وبعد كده بنكون حاجه اسمها سايت، فاحنا في رقم 3 اهو كوننا حاجه اسمها برو اريثروبلاست. النيوكليس بتاعتها راوندد وبيل وهاز تو نيوكليا، يعني بقى فيها نويتين صغيرين جوه النواه، والسيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك ازرق. رقم 4 اتكون خلية اسمها بيزوفيليك اريثروبلاس، والبيزوفيليك اريثروبلاس دي النيوكليس بتاعتها بدأت تصغر وبدأت تبقى دارك، يعني بدأت تصغر في الحجم ودارك في الستين في الصبغة غامقة. السيتوبلازم بقى مور بيزوفيليك، يعني ازرق اكتر عشان بدأ يتكون فيها رايبوزومز كتير. رقم 5 اتكونت خلية بقى اسمها بولي كروماتوفيليك اريثروبلاس، بولي كروماتوفيليك اريثروبلاس، وهنا النيوكليس بقت سمولر قوي، اصغر ومور كوندنسد، غامقه جدا، والسيتوبلازم بدا يظهر في جزء اسيدوفيليك وجزء بيزوفيليك. طبعا الجزء البيزوفيليك احنا عارفين ليه، عشان بقى فيه رايبوزومز، لكن الجزء الاسيدوفيليك اللي بدا يتكون ده عشان تكوين الهيموجلوبين، تكوين الهيموجلوبين. مرحله رقم 6 اسمها نورموبلاس، والنورموبلاس دي النيوكليس هنا بقت بيكنوتيك، بيكنوتك يعني صغيره جدا 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 وهتبدا تختفي، والسيتوبلازم خلاص بقى اسيدوفيليك عشان بقى فيه كميات كبيره من الهيموجلوبين. مرحله رقم 7 اسمها ريتيكولوسايتس، والريتيكولوسايتس نبقى عارفين بس ان حجمها هنا الى حد ما اكبر من الار بي سيز بقى الماتيور، اللي احنا هتبقى رقم 8، ما هي رقم 8 بقى هتبقى الماتيور ار بي سيز خلاص، لكن المرحله رقم 7 دي بتبقى الى حد ما اكبر من الار بي سيز اصلا. والنيوكليوس هنا لوست، ما عادش فيه نيوكليوس خالص، والسيتوبلازم خلاص بقى اسيدوفيليك. تمام. نبقى عارفين كمان ان رقم 8 بقى ماتيور اريثروسايتس، دي خلايا بقى الار بي سيز الناضجه، تبدا خلاص بقى بعد ما تكونت تدخل بقى البلاد ساينوسويدز عشان تنتشر في الدم. يبقى احنا عشان نوصل لمرحلة رقم 8 اللي هي الإريثروسايتس عدينا على 7 مراحل الأول، مراحل مختلفة من الخلايا، وقلنا حاجة عن كل خلية يعني. تمام، دي مراحل تكوين الـ RBCs. دي صورة برضو بتوضح مراحل تكوين الـ RBCs أو يعني الإريثروبيسيس. طبعا الـ UMC بتكون الـ Colony Forming Unit، بعد كده بتكون البرو إيثروبلاست، وبعد كده الـ Basophilic Erythroblast، بعد كده الـ Polychromatophilic Erythroblast، وهكذا. طبعا احنا هناخد بالنا ان عشان نكون RBCs في الاخر النيوكليس هتبدأ واحدة واحدة تختفي، تقل 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 في الحجم لغاية لما تختفي خالص، لان الـ RBCs ما فيهاش نواة، RBCs ما فيهاش نواة. كمان السيتوبلازم كان في الاول بيزوفيليك يعني لونه ازرق، بس مع الوقت
هيبدأ يتحول ليه اللون الأحمر، يبقى أسيدوفيلك عشان زي ما قلنا تكوين الهيموجلوبين. تاني حاجة مراحل تكوين الجرانيولار ليكوسايتس اللي هما النيوتروفيل والإزينوفيل والبيزوفيلز، برضو بيحصل في الريد بون مارو. الستبس الخطوات رقم 1 و2 زي ما هما اللي هما الانديفرانشيتد ميزينكايمال سيلز والكولوني فورمينج يونت. رقم 3 بقى بيبدأ يتكون خلايا اسمها مايلو بلاست. مايلو بلاست دي النيوكلس بتاعتها برضو لارج راوندد كبيرة ودائرية وبيل فاتحة، والسيتوبلازم بيزو فيلك ونان جرانيول. في الاول بيبقى السيتوبلازم نان جرانيول ما فيهوش جرانيولز. رقم 4 برو مايلو سايتس. برو مايلو سايتس اتفقنا ان بلاست بيجي بعدها سايت. البرو مايلو سايتس دي مهم جدا الجمله الاولانيه دي، لان الحجم بتاعها كبير قوي لدرجه ان احنا بنقول ان دي لارجست سيل ان ذا جرانيولار ليكوسايتس سيريز، يعني اكبر خليه في مراحل تكوين الليكوسايتس. اكبر خليه في مراحل تكوين الليكوسايتس هي البرو مايلو سايتس، ودي جمله مهمه جدا. طيب النيوكليس بتاعتها لارج وبيل برضو وفيها نيوكليولس واضحه جدا. السيتوبلازم بيزوفيليك وبدا يتكون فيه نون سبيسيفيك ازوروفيليك جرانيولز. مرحله رقم 5 اسمها مايلوسايتس، هنا الحجم بتاعها بدا يصغر، النيوكليس بدات تصغر برضو، السيتوبلازم بدا يظهر فيه بقى السبيسيفيك جرانيولز. سبيسيفيك جرانيولز بدات تظهر هنا في المرحله اللي اسمها مايلوسايتس. رقم 6 بقى مرحله اسمها ميتا مايلوسايتس، والنيوكليس هنا بدات تبقى صغيره قوي ودارك وكيدني شيبد الى حد ما، والسيتوبلاز بدا يتكون فيه سبيسيفيك جرانيولز كتيره. وبعد كده المرحله رقم 7 بقى وصلنا للماتيور جرانيولوسايتس اللي هم 3 نيوتروفيلز وايزينوفيلز وبيزوفيلز. ودي الصوره دي بتوضح برضو المراحل التكوين يو ام سي والكولوني فورمينج يونت، وبعد كده مايلو بلاس، وبعد كده برو مايلو سايتس، وبيبدا بقى تكون يا اما النيوتروفيلز يا اما الايزينوفيلز يا اما البيزوفيلز بنفس الخطوات اللي احنا قلناها، بس اللي بيبدا يختلف نوع الجرانيولز اللي اتكونت وشكل النواه. برضو دي صوره بتوضح برضو مراحل تكوين الليكوسايتس وظهور الجرانيولز و شكل النواة. اخر حاجة مراحل تكوين البليتلتس. البليتلتس اللي هي الصفائح الدموية برضو بتحصل في الريد بون مارو. الستيبس يو ام سي سي اف يو نفس ما هما. رقم 3 بيبدأ يتكون ميجا كاريو بلاس. ميجا كاريو بلاس النيوكليس بتاعتها صغيرة وفيها نيوكليولاي واضحة جدا. السيتوبلازم بيزوفيليك لونه ازرق، دي اسمها ميجا كاريو بلاس. بعد كده برو ميجا كاريوسايتس. برو ميجا كاريوسايتس النيوكليس بتاعتها لارج ولوبيوليتد تبدا تقسم، والسيتوبلازم بيزوفيليك. بيزوفيليك نفس الكلام. طيب رقم 5 اسمها ميجا كاريوسايت. ميجا كاريوسايت النيوكليس هنا برضو لارج ولوبيوليتد ودارك ستيند بقت غامقه، السيتوبلازم ليس بيزوفيليك لحد ما هيبقى باهت يعني ومليان بالجرانيولز. رقم 6 بقى هيتكون البليتلتس من الميجا كاريوسايتس اللي احنا لسه واخدينها، يبدا يتكون البليتلتس. طبعا لازم تختفي بقى النواه خلاص لان البليتلتس مش هيبقى فيها نواه. وازاي بقى البليتلتس بتتكون؟ بطريقه من الطريقتين دول. اول طريقه ان يبدا يتكون انفاجينيشن، نيومرس انفاجينيشن، يعني زي ان السيل ممبرين بتاع الخليه اللي اسمها ميجا كاريوسايتس يبدا يدخل لجوه السيل ممبرين، يعمل زي شقوق او صوابع كده انفاجينيشن داخل الخليه، تقسم السيتوبلازم او تقسم الخليه ولحتت صغيره، ودي بيبقى اسمها بقى بليتلتس الحتت الصغيره دي. او ان الميجا كاريوسايتس كان اكستند زودوبوديا انتو ذا ساينوسويد، زي ما قلنا قبل كده ان الميجا كاريوسايتس دي بيبقى لها زي زودوبوديا كده اقدام كاذبه او زواهد تبدا تروح للساينوسويد، والبليتلتس ار سيبريتد فروم ذي زودوبوديا، يعني البليتلت تنفصل تطلع من الزودوبوديا دي حتت 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 صغيرة كده، دي يبقى اسمها بليتلتس. يبقى دي مراحل تكوين البليتلتس. تمام، دي صورة برضو مجمعة لمراحل الديفلوبمنت اسمها اريثروبيسيز يعني مراحل تكوين الار بي سيز، ثرومبوبيسيز يعني مراحل تكوين البليتلتس، وليكوبيسيز مراحل تكوين الليكوسايتس. تمام،
كده نكون خلصنا المحاضرة. طبعا البلوت ده يا جماعة كبير جدا جدا، بيتاخد في 3 4 محاضرات لوحده يعني. انا سهلت لكم جدا الدنيا جدا، خليت المحاضرة تبقى صغيرة قوي. بس حابب اوضح لكم حاجة في نهاية الموديول، ان انا كان مش سهل جدا يا جماعة، مش سهل قوي عليا ان انا احط لكم منهج كبير جدا ومن تكست بوكس كتيرة. يعني اسهل حاجة على الدكتور ان هو يعمل كده عادي، وتقعدوا بقى تحفظوا حاجات كتير قوي. انا وضحت لكم قبل كده ان انا فكرتي وهدفي دايما ان احنا بدل ما نحفظ حاجات كتير قوي قوي وفي الاخر ما نفتكرش اي حاجة منهم، لا، انا عندي ان انا اخد معلومات بس قليلة، بس هي المعلومات المهمة البيزكس اللي فعلا هيبقى كويس ان انا افضل فاكرها على طول، ده احسن. وده ده مبدئي. لكن اسهل حاجة عليا ان انا احط لكم حاجات كتير قوي. يعني لما تكبروا هتعرفوا الحمد لله ان دي كانت حاجة كويسة جدا. وعشان تدعوا لي، مش معنى كده ان انتوا اقل من اي كليات تانية في مصر، بالعكس. يعني انا مش عايز اعقدكم خالص، احنا عايزين الجيل الجديد ده وجهة نظر ان هو ما يبقاش زينا، لا. يعني خد حاجات المهمة واللي تفتكرها، وبعد كده التفاصيل الكتيرة لها وقتها بقى، فيها في ماستر وفي دكتوراه لما ربنا يكرمكم، ساعتها بقى دي لها وقتها. لكن حرام ان انا طالب في سنة اولى او سنة تانية وكده ان انا افضل اديله كميات كبيرة قوي، طبعا عمره ما هيفتكر اي حاجة منها، وبالتالي المهم راح مع المش مهم. تمام، اتمنى تكونوا فهمتوني، واتمنى تكون يعني بتدعوا لي، وربنا يوفقكم ان شاء الله.